فيهم الشباب الحصيلة والآفاق جمعت خيرات نموذجة. فشكرا للجميع على حضورهم. هذا النشاط الذي سيؤثره الإخوة نوفل الناصري الذي هو نائب برلماني على لائحة الشباب لحزب العدالة والتنمية، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، منصف عمل الفريق البرلماني بعمالة خيرات مارا لحزب العدالة والتنمية. وسيؤثره كذلك الأخ عبد العزيز عايد نائب برلماني عن دائرة عمالة خيرات مارا، عضو مجلس جهات الرباط سلا الكريكة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، نائب رئيس مجلس عمل مجلس تمارا. كذلك سيؤثر هذا اللقاء الأخ بحيحي محمد هو عضو مجلس عمالة خيرة تمارا ورئيس لجنة التنمية والشؤون القروية والحضرية بنفس المجلس، كاتب محلي لحزب العدالة والتنمية بعين عودة، ومستشار جماعي ببلدية عين عودة. سيؤثر هذا النقاش كذلك الأخ مريح بن فقيهي رئيس جماعة السيرات. قبل أن أعطي الكلمة للمخبرين، سأعطي الكلمة بداية للكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية منظمة هذا النقاش ليقول كلمته بخصوص هذا النقاش والسياق الذي يأتي فيه، فليتفضل مشكورا. كذلك أرحب بالشباب وأرحب بكافة المواطنين الحاضرين. هي بصراحة إشارة لا بد من استحضارها اليوم في هذا النشاط، هو أن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية اختارت أن تستأنف يعني أنشطتها أو تفتتح أنشطتها الإشاعية لهذا الموسم السياسي من جماعة سيرت، وهذا عنده دلالات بالنسبه للكتابه الاقليميه لشبيبه العداله والتنميه، دلالات نؤكد من خلالها على ان شبيبه العداله والتنميه مستمره في النضال الى جانب خيراته في التنميه المحليه، دلاله كذلك على اننا اعتراف يعني بدور الشباب ولا سيما في مختلف المحطات النضاليه الانتخابيه، وكذلك يعني المحطات تسجيل لوائح انتخابيه بجماعه الصخيرات. اليوم شبيبه العداله والتنميه وانطلاقا من مبادئها ومن منطلقاتها التي هي ثوابت هذا الوطن ولا ثوابت هذا الوطن المتمثله دستوريه في المرجعيه الاسلاميه والملكيه والوحده الترابيه والخيار الديمقراطي. اليوم شبيبة العدالة والتنمية بسخيرات مار وبجماعة سخيرات تتناقش التنمية المحلية والشباب إيمانا بنا بأن التنمية المحلية هي مسؤولية الجميع، مسؤولية المنتخبين الحاضرين معنا اليوم، ومسؤولية السلطات العمومية، ومسؤولية كذلك المجتمع المدني. اليوم سنناقش التنمية المحلية والشباب، والحضور معنا اليوم في المنصة منتخبين، غدا وفي لقاءات مقبلة إن شاء الله سنناقش التعليم وسنناقش الشغل وسنناقش الرياضة وسنناقش الفن وسنناقش قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مع مؤطرين مختلفين بتراب عمالة الصخيرات أتمام. كيف ما قلت بأن المنطلقات ديالنا هي ثوابت هذا الوطن، ومن بينها الثابت اختيار ديمقراطي، وهنا لا بد أن نؤكد أن هناك علاقة بين الديمقراطية والتنمية عموما والتنمية محليا على سبيل الخصوص. جماعة سخيرات وساكنة سخيرات قالت كلمتها في مختلف المحطات 2015 و2016 ك
كلمة أفرزت مجلسا منتخبا ديمقراطيا ولحماية هذا الركن من أركان ثوابت هذا الوطن وهو الخيار الديمقراطي. أدعو إلى صيانته بدعم هذه التجربة، وهذا الدعم لن يكون يعني مفتوح، بل الدعم يعني مؤطر بالنقد البناء، مؤطر كذلك بالآليات الدستورية والقانونية، وأذكر على سبيل المثال العرائض. إذن هذه آليات مخولة لنا كشباب وكمجتمع مدني من أجل حماية هذا الثابت وهذا الركن من ثوابت الأمة وهو الاختيار الديمقراطي. لن أطيل في هذه الكلمة، أرحب يعني بالجميع